كل يوم جيت أنا والعائلة لأحد المراكز الصحية لإجراء التلقيحات ضد كوفيد 19، وخاصة بعد أن وصلت حالة الوفيات بالعراق إلى أكثر من 12 ألف إصابة، وفيات بكثرة أكثر من 80 أو 90 وفاة في اليوم. فأني أنصح شعبنا وجمهورنا العراقي بأنه يذهب إلى المراكز الصحية لإجراء التلقيحات، لأنه أصبح الأمر في صعوبة، وأصبح الفيروس هناك يعني الفيروس بدأ يتحور وبدأ ينتشر بكثرة واسعة. انتشار اعداد الاصابات البارحه وصلت تقريبا 12 ألف اصابه، وارتفاع اعداد الوفيات بسبب عدم الالتزام باخذ اللقاح وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وقله الوعي الصحي. لذا نرجو من اهالينا التوجه الى منافذ التلقيح للحفاظ على ارواحهم وارواح احبائهم. Wow.